عندي من المشاكل الكتير جدا برضو. طبعا هو كل حاجة هتبوظ يا جماعة، أوكي لا عادي براحتك. يعني احنا جايين مفيش حاجة هتبوظ، انت زي القمر. ربنا يخليك. من الحاجات كمان اللي بتسبب مشاكل كتير جدا الخطوط التعبيرية اللي في الأنف، اللي هي بيستخدموا لها بوتوكس على طول. بالظبط، دي على طول بوتوكس. فاحنا هنتعامل معاها ازاي؟ انا هكشر كده، هيبان عندي خطين هنا، هبتدي اضغط بظهر المعلقه، هبتدي اول حاجه هنا زجزاج كده. طب قولي لي انت كده عملتي ايه في الجلد؟ ان احنا مسكنا ظهر المعلقه وبقينا نعمل زي خطوط كده، اكننا بنشخبط بقلم. بالظبط، اكننا بنشخبط بقلم. دي هنا عضله اللي انا شغال عليها، دي عضله. انا كل عضله انا بحفز فيها المادتين مهمين جدا، الكولاجين والالاستين، دول اكتر مادتين مسؤولين عن نضاره البشره. نفس الموضوع برضو هنا، عكس البوتوكس اللي هو بيموت العضله اللي موجوده، عشان كده ما يعملكيش ولا 111 ولا الخطوط التعبيريه اللي في القرى. بالظبط. ومن نص هنا وابتدي اعمل كده، اوكي. ممكن بقى نعدل كده، نعمل كده. مبيعات المعلقه للشاي هتبقى ضرب نار بقى الفتره اللي جايه، هتغلى. كل الستات هتلاقيهم ماشيين بمعلقه شاي جدا. اهو هنا في عندي، بيبقى عندي 3، فانا هعمل كده وابتدي اطلع كده اهو، تمام، 3 مرات لحد فوق الحاجب. ممكن نعملها بطريقه تانية خالص بايدينا، اوكي. هنا كده وابتدي اعمل كده اهو، تمام، وكده. جميل جدا. واثبت هنا واسحب كده، والعكس صحيح، والعكس، واثبت من النص وابتدي اشد كده اهو، تمام. انت كده بتشغلي العضله اللي موجوده تحت وما بتخلاش انها تضعف، تكون ضعيفه. بالظبط، ده بتقلل كمان الخطوط التعبيريه. ممكن اعمل ده 20 مره في اليوم، مفيش اي مشكله خالص. طيب انت قلتي كلام جميل، ان احنا نرفع الخطوط بتاعتنا ببعض التمارين، ونعمل الجو لاين، ونقعد من تحت لفوق عشان المنطقتين اللي هم الخطين. مهم قوي بقى اللغد، زي ما بيقولوا في ناس كتير بتبقى حتى صغيره في السن وبتعاني من اللغد ده، وللاسف مش كل عمليات بتنجح. دي حقيقه. طب قولي لي نعمل ايه عشان نرفع المنطقه دي؟ اهو ايدينا كده ونبتدي نضغط هنا 10 مرات، نسحب كده. التمرين ده ممكن نعمله 3 مرات في اليوم او مرتين في اليوم، بس ايدي شغاله على طول. بالزبط. في وشي عشان العضلات تتشد. هنا بصي بضغط فين، وابتدي اسحب كده وانزل كده كده وانزل. كل دي تمارين، اصل هنا اللغط عباره عن ايه؟ هو عباره عن دهون. هي يا جماعه نفس فكره الجيم، لما بنروح الجيم عشان ننشط عضلات جسمنا كلها، احنا برضو بنشتغل على عضلات الوش وبنشد بعض العضلات اللي موجوده عشان ما يسببش تجاعيد. طيب خليني اسالك بقى سؤال تاني مهم جدا، ان في ستات ولا بيعانوا من تجاعيد ولا بيعانوا من حاجه، بس بشرتهم نفسها تحس انه لك ايه، انت الدوره الدمويه في وشك مش شغاله، تحس ان وشهم عيان بالبلدي كده. ما هي نعمل ايه بقى عشان خاطر الدوره الدمويه تبقى نشطه في وشنا؟ عايزه اقول لك ان اليوجا انا اصلا وشي بمجرد ما اشتغلت عليه سخن، لان هي فايدتها ايه؟ هي بتنشط الدوره الدمويه. يعني ده كمان بيفيدني ان انا يبقى وشي مش دبلان ولا باهت ولا الكلام ده. تماما تماما. وبعدين في برضو من المناطق المهمه جدا منطقه العين، منطقه العين والعلامات التعبيريه. ببدا من هنا، من تحت، من بره لجوه، من بره من عند خط الايلاينر، من بره كده لجوه، نقعد نعمل حركات كده بيها. اصل الماسلز بتاعت العين دائريه، اوكي. من فوق، من جوه لبره، ومن بره لجوه العين تاني. لو عايزه ارفع الحاجب، في تمرينات لرفع الحاجب اللي هي المنطقه دي، برضو دي بتتحقن، فبرفع كده. كل الستات يقول لك انا عايزه ارفع حاجب لحد فوق. برفع كده وابتدي اشد لبره، اشد لبره، كل ده اشد لبره، تمام. جميل. وبرضو منطقه اللي هي الابتسامه، اعمل كده كده كده، كل دي تخفي تماما العلامات اللي حوالين العين. في بقى تمارين للشفايف، في بنات دلوقتي تقول لك انا عايزه انفخ شفايفي. عارفه بقى اللي يقول لك انا عايزه اعمل الشفايف الجامده دي. الحركه دي بتضحكني جدا. طب قولي لي بقى يعملوا ايه من غير ما يلجأوا البوتوكس الفيلر، لان في بنات بينفخوا شفايفهم بشكل يبقى ملحد جدا وفعلا مبالغ فيه، ما بيبقاش شكله حلو في الاخر. مش بحبها خالص. في بقى بعض التمارين كده ممكن تخليني فوليوم كده طبيعي. تديني قولي لي بقى اي تمارين. اولا طبعا احنا هنعمل كهو، اوكي. من هنا، تمام. علميا الحركه دي بتعمل ايه؟
دي بتنشط ما هو هنا كل ده فيه اورده وفيها شرايين وفي دم بيمشي في الوش، فدي بتدي بصي تلاقي تحسي شفايف سخنت. انا في هنا يعني بصي كده اهو، عارفين زي القطايف كده من بتقعدي تضغطي على الشفايف بتطلع معاكي الشفايف، بتحفز الكولاجين في منطقه الشفايف وبتمرن العضلات بتاعه الفم وبتدي فوليوم مع الوقت، بتضخ دم اكتر. طيب